السلام عليكم بناتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم فيديو جديد على هذا البارفان ديال الاماجيني، هاد الروايح ديال الشمال. صراحة كل شيء كيدوي عليهم يعني كيستحقوا، لان البارفان ديالهم زوينة ويعني عندها تركيز عالي، تتبقى في الحوايج مدة طويلة. الثمن ديالهم 49 درهم، اش كيديرو بالنسبة لجوج لي بارفان اللي كاين هنايا؟ هاد اللولة الرقم 60، هادي جود كور، زوينة، هادي أول مرة نستعملها، زعما زوينة مبيهاش، ولكن اللي كتحمق ريحتها حلوة. نيميرو 57، سمية ديالها جادور، لكن راه واعرة واعرة، الطب هادي الطب فيهم كاملين. يعني اي واحدة بغات تقدها اول مرة تجرب هاد النيميرو 57، جادور، زوينة زوينة بزاف. بالنسبة لهادي ديال الرجال، هادي النمرة 103، هادي يعني البارفان ديالها شوية فيه نسمة ديال سيترون، ولكن خطيرة خطيرة، هي واعرة واعرة بزاف. وبالنسبة لهاد لي بارفان كيتباعو في الشمال، ودابا راه بزاف بزاف ديال البنات كيديرين لي باجات وهكا تيبيعوهم، واخا تيزيدو شي شويه تقريبا واحد 10 دراهم، ولكن ماشي مشكل، لان راه كيدي بلاصه وباش كيوصلوهم. بالنسبه للكتالوج ما عنديش، يعني كان عندي الكتالوج كنت غادي نشاركو معكم هكا، يعني باش شي وحده مثلا كتعجبها شي بارفان غاليه تقدري تلقايها عندهم، يعني عندهم جميع الروايح. كاينه غوتشي، كاينه ماي واي، اسكادا، يعني كاع دوك الروايح اللي تيكونوا هكا معروفين كتلقاوهم تمايا، وصراحه التركيزه ديالهم عاليه، تيبقاو بزاف. ولكن الكود كور ديالي انا هي هادي 57، ريحتها ريحه نقاوه، ريحتها حلوه، ريحتها يعني واعره واعره بزاف. اي واحد كيجمع فيا الصراحه شي كلش من ريحه دايره، وتتبقى يعني كترشيها غير شويه تتبقى لك مده طويله. المهم بالنسبه للبنات، هاد الروايح ديال المدينه راه واعرين ديال بصح صراحه، زعما شي وحده اللي معمرها مازال ما جرباتهمش راه اونف غتبداي تستعمليهم، راه غتولي مدمنه عليهم. الروايح ديالهم زوينين، ماشي بحال دوك الروايح الاخرين بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، هادو تيبانو راقيين، البارفان ديالهم كتبان راقي، يعني بارفان كتكون مختلفه على بارفان، ماشي بحال الاخرين تقريبا تيكون عندهم واحد اللوغو تيكون مشترك، غير كيختلفوا لي بارفانات. مي هادو راه كل بارفان فاش كتقدي بارفان، كل بارفان كتكون عندها واحد تيكون واحد الميزات ديالها زوينين. دابا قريب ان شاء الله يدخل هكا الفصل، راه على الابواب فصل الشتاء، غادي نتقدى ريحات هكا ديال الشتاء، وغادي نشاركو معكم ريحات شويه يكونوا قاصحين، وغادي نشاركو معكم اكيد ان شاء الله. حتى انا البنات كنقول لكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وشكرا، باي باي. نخليكم مع النهايه ديال الفيديو.